عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. النهاردة معانا مشكلة التكييف الشباك، اللي هي الصوت في التكييف الشباك. هي طبعا كلمة الصوت في التكييف الشباك لها كذا مشكلة، يعني لها كذا سبب، ولكن النهاردة هديكم سبب منها على أرض الواقع. العميل اتصل بيا ورحت جبت منه التكييف ده، قال لي بيبرد كويس لكن صوته مزعج. أخدته فكيت الوش الغطا ده، فكيته وغسلته ونضفته خالص، ودلوقتي هشغل معاكم واوريكم اسمعكم الصوت وايه مشكله وايه سببه وكيفيه علاجه. بسم الله. الان سامعين الصوت، مش محتاجه ايه اسمعكم اكتر من كده. السبب يا جماعه القواعد بتاعه الكمبروسر، القواعد الثلاثه، واحده هنا واحده هنا وواحده هي اللي هي زي دي كده، القواعد باظة. ده كاوتش، ده كاوتش، القواعد باظة. سبب تلف القواعد، السبب الرئيسي في تلف القواعد ان التكييف ده كان راكب مائل، راكب مائل يعني تقريبا كده اكتر من سنتي ونص او 2 سنتي مرتفع قدام عن ورا، فالكمبروسر ده مائل كده او العكس يعني. المهم ان لما التكييف بتركب مائل زياده بيبوظ الايه القواعد بتاعه الكمبروسر، او بيكون قديم جدا لدرجه القواعد بتاعه الكمبروسر تبوظ. طبعا عندنا كذا مشكله في عندنا كذا سبب اللي يخليه يصدر الصوت ده، بس النهارده هدي معاكم سبب الكمبروسر، الصوت اللي في الكمبروسر. الصوت ده بسبب تلف القواعد بتاعه الكمبروسر. ان شاء الله نغيرها مع بعض، وعشان خاطر لو اي حد قدر عنده نفس المشكلة يقدر يحدد العطل سريع ويقدر يغيرها بنفسه في بيته. هنحتاج كل اللي هحتاجه بعد ما اطفي التكييف، كل اللي هحتاجه في الموضوع ده قواعد جديدة. دايما الاول قبل ما اشتريها ابص على القواعد القديمه نفس تكون نفس الموديل. محتاج القواعد الجديده، ومحتاج يكون معايا علبه المفاتيح ديت، علبه مفاتيح راتشت طبعا عشان اخد منها المقاس على قد مقاس مسامير الكمبروسر 13 دي تقريبا، هناخد 13. ومحتاج يكون معايا ديت الأزمير ده أو الحدة دي أو الحديدة دي، بحيث إن أنا بعد ما أفك المسامير التلاتة هبدأ أحط دي تحت القاعدة، تحت القاعدة بتاعت الكمبروسر، وأرفع وأطلع القديم وأركب الجديد بدون ما أنا أأذي المواسير دي. خلي بالك جدا عشان المواسير دي عشان ما تهربش منك الفريون. الآن هفك وبعد كده إيه هكمل معاكم. دلوقتي بعد ما فكيت المسامير بالحديدة دي هحطها تحت الكمبروسر، وخلي بالي ان المواسير فيها فريون، مش عايز ابوظ التكييف، عايز بس اغير الكاوتش او القواعد اللي بايظه. هبدأ انا بسم الله كده هرفع، شايفين الرفعة؟ لسه ما عملتش حاجة. هترفع كده وتسحب انت بإيدك، تسحب القواعد. خليني معاكم عشان خاطر تشوفوا بالظبط. بسم الله ان شاء الله تنجح العملية. تمام، لسه الأمور بخير. الآن بصوا طلع بره القواعد كلها، طلع تحت بره مسمار. طبعا هي لزجة قديمة. بسم الله. بصوا بايظة ازاي.
ادي الثانية ادي الثالثة الثالثة في حتة لزجة لازم تطلعها بأي آلة حادة كده قطع التالتة اتفقعت اهي يبقى لي تلات كاوتش اللي بايظ وده الكاوتش السليم اللي قدامي هركبه برضو بنفس الطريقة اتأكد ان راكب كويس بتدخله في فتحة كده وبتلف ولف الموضوع سهل يعني بس انا عشان ما عنديش حد يمسك الكاميرا سامحوني كده عايز لي كمان حديدة تمسك امسك بيها ولا حاجة الشاكوش ده يساعدني في الرفع عايز برضو اوريكم الكاوتش هتركب بالظبط طبعا انا المواسير لسه بخير في اليوم بخير انا رافع كلها موضوع كله 5 سنتي 4 سنتي رافعهم تحت بالطريقه دي دي المسمار اهو بتاع الكمبروسر ده مسمار منهم والتاني تحت هنا والتالت ورا هنا انا ركبت كاوتش واحده فاضل اتنين عايز اوريكم بس دي بتركب ازاي دي فاضيه اهي دي درجتها اهي درجه عدليتها كده بتدخل الفتحه دي كده بتدخل جزء منها وبتلف دخل جزء منها كده وبتلف ان شاء الله تنجح العمليه بسم الله الصراحه مش عارف اركبها بايد واحده عامه انت بتمسكها كده وتحط كده بايدك الاثنين وبتدخل وبتلف بتطلع بايدك دي من هنا كده بتطلع جزء منها وهي بتلف كده بالراحه بسم الله صعب ان نركبها بيد واحده اظن الان كده تشوفوا ان شاء الله بسم الله تلف وانت بتضغط تركب خالص ركبت اهي اهي بقيت اهي ركبت ركبت خالص اهي تمام امورها تمام اهي فاضل الثالثه ها هركبها ونكمل معاكم طبعا ركبت الثلاث قواعد ركبتهم خلاص هبدا امسك من هنا كده مش من هنا لا من دي امسك كده بسم الله طلع الحديد اللي تحت بعد كده هنزلهم في المسامير بتاعتهم بسم الله من حال استعانة بالله الآن نزلوا التلاتة في مواضعهم السليمة فاضل لي لازم تحط الورق بتاعتهم قبل السمورة والمسمار أو الصامولة بتاعت اللي بتربطها على المسمار بتربطها سلامة بس يعني إيه مش بتشد عليها تكسرها ولا تبوظ الكمبروسر أنت بتربطها بس رباط اول ما تقف معاك خلاص عند عند الورده وما بتكملش عند الورده وما بتكملش الشد ده غلط الشد الزياده ده غلط مش سليم انت بس بتنزلهم تنزيل حتى لو ربطتهم بايدك بتمشي المهم ما تربطهمش تجمد عليهم رباط بس يعني اول ما تلاقي السن واقف معاك ما عادش بتربط
يبقى خلاص كده ما عاد ما تشدش عليه. زي ما انتم شايفين اهو معانا العده وقفت خلاص. شوف غيرها. برضو وقفت. خد الأخيرة. وقفت ما شدتش كده. التكييف مشكلة الصوت اتحلت تماما تماما ان شاء الله. والان اشغل معاكم وتسمعوا بانفسكم يعني. بس هنزل الحاجة اللي عليه ديت. بص يا جماعة الخير اسمعوا بسم الله. ده التكييف اللي كان في اول الفيديو. الان بنفسكم تحكموا هل هو ده الصوت اللي كان في اول الفيديو ولا لا. ما تنسوناش لو اللي استفاد مني بمعلومه يعمل بس اشتراك في القناه، ولو الفيديو عجبه يعمل له اعجاب ويفعل زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو يشوفه باذن الله. ولو في اي سؤال او اي استفسار في التعليقات اكتب لي وانا برد عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم.